السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي طلبة طلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في الجزء الثالث، وده الخاص بموضوع الريدنج في الدرس الأولاني والثاني في الوحدة السابعة، واللي كان عنوانها شكل ما احنا عارفين our world. Our world. طبعا في البداية تعالى نشوف بعض language notes اللي احنا هنشوفها في الدرس ده. عندنا كلمة these طبعا معناها هؤلاء للقريب، أما this معناها هذا أو هذه للقريب المفرد. يعني لو أنا جيت قلت this is a car يعني العربية دي قريبة أكيد، يعني هذه سيارة. أما لو جمعتها فهتبقى these are cars يعني هذه سيارات، وتبقى العربيات دي برضو قريبة. طيب لما أقول these habitats are always cold يعني المواطن الطبيعية دي دايما باردة. This habitat ما ينفعش أقول هنا habitats، وهنا بياخد إذ ما بياخدش are is often hot. طبعا شكل ما احنا عارفين قبل كده ان كلمه because معناها لان، because of معناها بسبب، because بيجي وراها جمله كامله، اما because of بيجي وراها verb plus ing او اسم تاني. because بس بيجي وراها السبب، والسبب هنا يعني because عارفين بيجي وراها سبب، والسبب هنا بيكون جمله كامله. اما because of بيجي وراها برضو سبب، بس السبب هنا بيكون عباره عن فعل في ing او بيكون noun يعني اسم. For example لما بيقول لي fewer magazines، fewer magazines يعني مجلات قليلة are sold today. ولاحظ هنا بقى شكل ما قلنا ان لازم في الاول ادرس الجرامر عشان هيقابلني اكيد في موضوع reading. are sold لو سألتك ده مبني مجهول ولا معلوم هتقول لي اكيد مبني مجهول. ليه؟ هتقول لي لان are جاي وراها past participle تصريف ثالث، فهنا لازم اقول عليها مجهول. اما لو جاي وراها فعل في ing فتبقى معلوم. are sold today by newspapers because of، لاحظ بقى دي because of the internet جاب لي وراها noun اسم، يبقى because of بيجي وراها السبب عبارة عن noun، ما ينفعش يبقى جملة كاملة. طيب لما قال fewer magazines are sold today by newspapers because، قال because people read news online، people read news online، يبقى هنا جاب لي جملة كاملة لأن هنا الرب بتاعي because. عندنا كلمة date، قلنا date تمشي بمعنى بلح وتمشي بمعنى تاريخ اليوم. خلاص يعني لما اقول today's date، today's date يعني تاريخ اليوم، is هو خلاص 13th 13 جولاي 13 يوليو خلاص 1999 فبالتالي هنا اسمه تاريخ اليوم. خلاص لكن لما اقول لك my brother يعني اخويا ate أكل a date يعني أكل بلحة أو تمرة. طيب لو date جي معاها back، لو date جي معاها back يبقى معناها يرجع تاريخه إلى، تاني date لو جي معاها back يبقى معناها يرجع تاريخه إلى. طيب لما بقول لك بص كده الأمثلة دي، the dates are sold in many shops in the area، يبقى date هنا معناها البلح أو التمر. طيب قول please write your name address and date، يبقى إذا اكتب الاسم والعنوان والتاريخ، يبقى هنا date بمعنى تاريخ وليس بمعنى بلحة. طيب the letter isn't dated، isn't dated so we can't tell when it was written. طبعا هنا بقول لي ان الخطاب ده او الجواب ده مش متأرخ، مش متأرخ يعني مش مكتوب عليه التاريخ. طيب the house dates back to the 17th century، يبقى هنا يعود تاريخه إلى، تاني يعود تاريخه إلى الإيه القرن ال 17، القرن ال 17. طيب تعال نشوف كده موضوع الريدنج بتاعنا، بيقول لي the Kharga Oasis is surrounded by، خلي بالك is وده تصريف تالت، surrounded by محاطة بيه ده مبني مجهول، by desert far from the river Nile، قلنا the river Nile اللي هو نهر النيل، it's visited، يبقى هنا عايزين نلاحظها ادي اس ادي تصريف تالت، يبقى الكلام ده مبني مجهول. It's visited by more and more tourists every year، يعني بتزار ما اقولش تزور، بواسطة سياح اكتر واكتر كل عام. خلي بالك every year ده present simple مضارع بسيط. Hundreds of date palm trees، خلي بالك بقى اللي هو الايه نخيل البلح، are grown، لاحظ ادي are ادي past participle here، the dates are sold in many shops، طبعا البلح ده بيباع في محلات كثيرة in the area
في المنطقة، يبقى لاحظ حرف الجر in، in the area، in the area. وبرضو are sold دي مبني مجهول، تباع in في many shops. You can also fill your bags، ممكن تملى الشنط بتاعتك كمان، with the baskets، the basket shows الأحذية، and furniture، furniture حبايبي اللي هو الأثاث، أثاث المنزل اللي هي الكراسي والترابيزات والسجاد، الأساس كله بتاع المنزل. that are also، لاحظ أدي are، أدي made ده مبني مجهول، are made from the date palm trees. عشان كده بنقول لازم ندرس الجرامر كويس عشان هو هيقابلنا في موضوع reading أو listening. the Kharga Oasis is one of، قلت one of يعني واحدة من، وطالما قال لي one of أكيد هيجيب لي جمع، مش معقول هيجيب لي مفرد. يعني لما أقول one of the book or one of the books لازم تقول لي واحد من الكتب، يبقى books، ما ينفعش أقول one of the book. فبقول Egypt's natural wonders يعني واحد من عجائب مصر الطبيعية. لاحظ يبقى one of جه معاها wonders، wonders يعني عجائب، ده اسم جمع. تعال نشوف كده في lesson 2، بقول read the online article quickly and discuss the questions in pairs. Natural wonders of Egypt، بقول لي عجائب الطبيعية اللي موجودة في مصر. Egypt is visited، نرجع تاني ونقول ان ده مبني مجهول، ليه؟ اقول له is جاي وراها باسورد اسمه by more than 14 million tourists every year، يعني 14 مليون سايح كل عام. We have made a list، يعني عملنا قائمة of the natural wonders of Egypt، of Egypt يعني بالعجائب الطبيعية اللي موجودة في مصر. ذات، قلت قبل كده ان ذات دي معناها الذي او التي، طبعا هنا بتعود على الاسم سواء كان عاقل او غير عاقل. we think visitors should know about، اللي المفروض السياح يعرفوا عنها او الزوار يعرفوا عنها، طبعا كلمه visitors يعني زائر. تعال هنا جايب لي where، what، why is it wonder. where يعني اين، وبعد كده what، وبعد كده why is it wonder. تعال نشوف أول حاجة وايت ديزرت ناشونال بارك. وايت ديزرت ناشونال بارك، بقولي this is a huge desert، بقولي إن دي صحراء كبيرة جدا. starts on the western side، بتبدأ من western، قلنا قبل كده عن غربي، وطبعا ال ERN هنا بقول عليها suffix. side of the river Nile، في الجزء الغربي من نهر النيل. and continues into Libya، وتستمر بقى لغاية ليبيا، داخل كمان ليبيا. تعال نشوف ايه هي كمان، قال لي it contains، ولا contains بمعنى تحتوي على، five oases، five oases with rocks that the wind has made into strange shapes. بيقول لي ان فيها وهي تحتوي على خمس بحيرات وفيها صخور كمان اللي الرياح خلتها اشكالها غريبه. طب why is it wonder، why is it wonder، ليه بقى هي عجائب طبيعية؟ قال لي the colors change at different times of the day، بيقول لي ان الوانها بتتغير في اوقات مختلفة اثناء النهار. and make them beautiful to look at، بتخليها جميلة عشان تنظر اليها. make them beautiful، ولاحظ قبل كده قلنا يا حبايبي ان كلمة make مفعول، make لما يجي وراها مفعول بيجي وراها حاجة من الاثنين، يا اما يجي وراها مصدر الفعل يا اما يجي وراها صفة فقط لا غير. فهنا بقول لي make them، ادي make مفعول جي وراها صفة، جي وراها صفة خلاص. اما make ممكن يجي وراها مفعول والمصدر، يعني لما اقول my father made me study hard، خلاني اذاكر بجد او جعلني اذاكر بجد. طيب تعال نشوف the Nizak lake، the Nizak lake يعني بحيرة النيزك. قال لي this natural lake is a 3-hour drive from Hurghada، قال لي على بعد 3 ساعات قيادة من الغردقة، ده مكانها. طيب what، قال لي the lake is called the shooting star by locals، طبعا المحليين بيسموها شهاب. because it's believed، خلي بالك ادي is، ادي believed كده مبني مجهول. it's believed that a piece of a star، a piece of a star or a meteorite يعني جزء من نجم او من نيزك، fell into it يعني وقع فيها. the lake is cut out of the rock يعني منحوتة في الصخور. in the shape of an eye على شكل عين. and is filled، لاحظ ان الكلام كله مبنى مجهول اهو. is filled خلاص and is cut، and is cut خلاص. is filled with the bright blue water of the Red Sea يعني مليانة بالمياه الزرقاء بتاعة البحر الأحمر. طيب why is it wonder، ليه بقى حبايبي هي
عجيبة من عجائب الدنيا. قال لي it's described برضو مبني مجهول توصف by visitors بواسطة الزوار as one of the best places to dive and swim. واحدة من الأماكن الجميلة قوي اللي انت تقدر تعوم فيها وكمان تسبح. طيب تعال نشوف المكان الثالث وبقول لي جبل البا. جبل البا قال لي this national park. This national park يعني الحديقة الدولية دي is surrounded by grasslands يعني محاطة بالعشب. Between the Red Sea coast يعني بين ساحل البحر الأحمر and the mountains والجبال. طيب بقول لي this national park takes its name خدت اسمها منين؟ قال لي from the mountain and the middle of it يعني من الجبل اللي في وسطها. طيب تعال نشوف why is it wonder ليه بقى هي من العجائب؟ قال لي it's unusually green يعني بشكل غير طبيعي هي خضرة. And home to many animals وموطن لكثير من الحيوانات. And birds however قلت حبيب however دي بتساوي كلمة but اللي معناها ولكن. As it isn't easy to reach as it isn't easy to reach لأنها مش سهل الوصول إليها. It isn't visited often ما بتتزارش كتير خلي بالك برضو مبني مجهول. Its location الموقع بتاعها should help to protect the wildlife there يعني الموقع بتاعها بيساعد ان هو بيحمي الحياة البرية هناك بيحمي الحياة البرية هناك. طبعا حبايبي المفروض ان انا بسمع قراءة الدرس تاني مرة واثنين وبقرأه انا كمان مرة واثنين وان شاء الله بحاول احل التمرينات اللي انا هحسب لكم الرابط بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. ولو في اي حاجة ممكن تكلمني على التليجرام اللي انا برضه هسيبه لك في صندوق الوصف ان شاء الله وده خاص بالصف الثالث الاعدادي. اشوفكم ان شاء الله مع كلمات الدرس الثالث والرابع في الحلقه الجايه. ما تنساش لايك شير سبسكرايب وقول لكل زمايلك ان شاء الله عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.